أهلا بكم. في النقاش حولها اعترف من تسرع بالحكم عليها أنه أخطأ، فأسير العوضي التي أتمت سنة أولى ونيف في البرلمان اختصرت الزمن لتتخرج بحسن الأداء قبل انتهاء سنتها الرابعة، والذين اتهموها أنها حكومية في البداية تسابقوا في وقت ليس بعيد لكيل المديح عليها ونشر الثناء على مواقف أذهلتهم داخل القاعة وخارجها. فهل هي تغيرت أم أن نظرتهم قد اختلفت؟ وهل هي فوجئت بين واقع الممارسة السياسية وطموحها في مبادئ العمل السياسي؟ وهل صدمتها السياسة وتنوي الابتعاد أم أنها أتقنت اللعبة جيدا ومصممة على المضي فيها إلى النهاية؟ وقبل كل هذا، كيف وجدت أسير العوض استقالة الحكومة؟ وما هو مصير استجواب الوزير الفهد إذا عاد إلى الحكومة؟ وأي حكومة تتمنى الدكتورة أسير العوضي أن تخلف الحكومة السابقة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور اللقاء مع النائب الدكتورة أسير العوضي. مساء الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك في تلفزيون الرأي. يا هلا فيك، مساء النور. دكتورة، قدمت الحكومة استقالتها اليوم، هل كنت تتوقعين خبر الاستقالة وكيف تلقيت هذا الخبر؟ أولا طبعا يعني دار حديث خلال الأيام الأخيرة الماضية أن الحكومة يمكن تنوي الاستقالة. كيف تلقيت الخبر؟ أنا يعني عندي وجهة نظر، إذا كانت استقالة الحكومة بسبب يعني استيعاب الحكومة أنها أخفقت في التعاطي مع كثير من الملفات وعلى رأسها تعامل مع مجلس الأمة، فمرحبا بهذه الاستقالة، ونعتقد استقالة في محلها. وإذا كان هذا صحيح فإحنا نتوقع الآن تشكيلة جديدة للحكومة برئاسة جديدة وبنهج جديد تختلف عن الحكومة السابقة، حتى نبدأ بداية جديدة مع الحكومة في مجلس الأمة. لكن إذا كانت استقالة الحكومة هي فقط للتهرب من مجموعة الاستجوابات المقدمة، فهذه الاستقالة غير مرحب فيها، لأن مواجهة الاستجوابات أمر واجب. سنأتي دكتورة على موضوع، يعني سأبحث معك تفصيلا إذا ما كانت هذه الاستقالة هي فعلا هربا من الاستجوابات أم لا، لأن هناك مجموعة من العوامل يجب أن نبحثها لاحقا. بس اسمح لي اللي بقوله، أن إذا كان سبب الاستقالة هو التهرب من الاستجوابات، فهذا معناته أن يعني علاقة التأزيم بين الحكومة والمجلس ستظل قائمة مع الحكومة الجديدة. ماذا يعني لك تكرار كلام الوزير البصيري بأن الحكومة ستواجه أي استجواب قادم وعندما تأتي الاستجوابات تستقيل الحكومة؟ شوف، خلنا نكون أول شيء واضحين، الحكومة بالفعل واجهت كثير من الاستجوابات، كم هائل من الاستجوابات في دور الانعقاد الماضي والدور اللي قبله واجهتها الحكومة، وصعد الوزراء وصعد سمو رئيس وزراء مرتين على المنصة. هذا الوضع الآن يختلف. احنا في تفسيرنا أن استقالة الحكومة الآن، وهذا ما يعني يتضح، هي محاولة للهروب من مواجهة استجواب كتلة العمل الوطني المقدم للشيخ أحمد الفهد، وأنا راح نفصل في هذا الموضوع. فقط هروب من استجواب الشيخ أحمد الفهد؟ إيه، لأن ليش أقول لك هالكلام؟ لأن في الاستجوابات المقدمة نسمع أن الوزراء ما عندهم مشكلة يصعدون المنصة، بالمقابل شفنا في كثير من السلوكيات من فترة تقديم أو التلويح باستجواب الشيخ أحمد الفهد وبعد أيضا تقديم هذا الاستجواب، صار في كثير من المؤشرات اللي تشير إلى يعني رغبة الوزير الفهد بالتهرب من مواجهة هذا الاستجواب. لكنه قال صراحة بأنه سيواجه. هو قال صراحة بأنه سيواجه. أنا أعطيك تصريحات أكثر بعد، هو قال أن كثرة الاستجوابات لن تعطل التنمية، وأن اليوم اللي صار فيه 4 استجوابات بيوم واحد هذا نهاية للتخوف من الاستجوابات وعدم مواجهة الحكومة للاستجوابات. قال كثير من التصريحات موجودة عندي، لكن هذا الواقع عكس ذلك. لما قدم هذا الاستجواب شفنا أولا انطرح موضوع سرية الجلسة، انطرح موضوع إحالة إلى التشريعية، إلى المحكمة الدستورية، إلى التأجيل، وكلها وجهت طبعا هذه المحاولات برفض يعني من قبلنا كمستجوبين ومن قبل أيضا الشارع، لأن الشارع يبي الوزير الفهد يصعد إلى المنصة. هذا استجواب مختلف بكل محاورة، بالأدلة اللي تدعم محاورة. ف
فلذلك أنا أعتقد أن يعني المحاولات السابقة لم تنجح، فكان ما في خيار إلا التعذر بكم الاستجوابات، وهذه مو أول مرة صارت أن قدم كم الاستجوابات إلى مجموعة من الوزراء. وعلى فكرة ترى بس أكو استجوابين لحد الآن مقدمين، الباقي كلها تلويحات لم تقدم لحد الآن استجوابات إلا لوزير الخارجية ولوزير الإعلام. وزير الإعلام سبق أنه واجه الاستجواب وصعد المنصة. لكن أنا يعني فيها، وليش أنا يعني أميل إلى هذا التحليل؟ لأن أنا أشوف هذه ما حدث في الأيام الأخيرة القادمة الماضية من خلط للأوراق، ومن حتى بعث كتاب الاستيضاح، أنا ما قلتها قبل شوي، هذه الأجواء اللي عشناها ترى تكررت فقط مرتين، إذا يذكرون يعني المشاهدين، ذكرت أثناء وجود الوزير الفهد خارج الوزارة، وتكررت أيضا الآن لما وجه باستجواب. فالعامل إذا الناس تبي تربط بين هذه الأحداث، وإحنا ما نسينا ترى الشعب الكويتي ما ينسى، العامل أعتقد المشترك هو واحد، عدم قدرة هذا الوزير على المواجهة. أنا شخصيا وأقول لك إياها بكل صراحة ويسمعون الأخوة المشاهدين، لم أتوقع أن يلجأ الوزير الفهد إلى التهرب من مواجهة الاستجواب. لماذا؟ لسبب رئيسي. أولا تصريحاته اللي احنا صدقناها مثل ما صدقنا تصريحاته على إنجاز خطة التنمية، لكن أنا أعتقد أنه وزير مفوه وقادر على الكلام وقادر على المواجهة. أنا شوف عيني، مو أحد قال لي أنا داخل المجلس أشوف في كل الاستجوابات، هو كان الداعم الرئيسي لصعود أي وزير إلى المنصة، وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء. داعم رئيسي يشجعهم على الصعود. يشجعهم على الصعود، وهو دائما هو المتكتك خلف الكواليس. فما توقعت أنه لما يدوره وهو الأكثر قدرة على مواجهة الاستجواب أنه هو ما يواجه هذا الاستجواب. لكن لما فكرت، لما استقالت الحكومة اكتشفت أنه يعني غلطانة طبعا، وأنه بالفعل المؤشرات كلها كانت تشير إلى أنه هو لن يصعد المنصة ولن يواجه الاستجواب. أيضا راجعت يعني مواقفه السابقة في لما يعني مسك كثير من الوزارات من قبل، أو شارك في كثير من في يعني حكومات سابقة، والآن اكتشفت أنه بالفعل ولا مرة شفت الوزير الفهد يواجه منتقديه، حتى في الجلسات لا يواجه منتقديه. فأنا أعتقد أن أنا كنت غلطانة في تقدير أو في حكمي على قدرته على صعود المنصة، وكم كنت أتمنى أن هو يصعد المنصة حتى يفند محاور الاستجواب. دكتورة، اليوم النائب مرزوق الغانم قال أن التطورات الحكومية الأخيرة تدلل على أن الشيخ أحمد الفهد كان يرتعد من منصة الاستجواب، وأن ما كان يقوله عن جاهزيته لمناقشة الاستجواب في جلسة علنية عار عن الصحة، وأن الوزير الفهد مارس الهروب الكبير في المبارزة السياسية. دكتورة، يعني هذا كلام أنت قلتيه الآن، أنا مرزوق الغانم يقوله، لكن ما يعرفه الناس عن الوزير أحمد الفهد بأنه مواجه كبير، بأنه يستطيع أن يعبر عن رأيه وعن يدحض كل الكلام الذي يقال عنه، وأنه يعني حتى يتواصل مع الناس بشكل مباشر خاصة في الفترة الأخيرة على تويتر. ما كان يعرف عن الوزير الفهد بأنه مواجه، ما هي يعني الأسباب التي يعني تجعلك تقولين بأن الاستقالة سببها هروب الوزير الفهد من المواجهة؟ شوف، أولا نعرف المواجهة، أنت لا تواجه لما تكون موجود في غياب خصمك، أنت تواجه في لما تكون موجود على نفس الطاولة مع خصمك وتفند يعني انتقاداته. أنا قلت لك الوزير الفهد مفوه وقادر على الكلام، لكن هو صحيح قادر على الكلام، قادر على الدفاع عن نفسه، لكن في مقابل محاور تستند إلى أدلة وحقائق وأرقام. كيف يستطيع الوزير الفهد التهرب من هذه الأرقام؟ الاستجواب، أنا ليش أقول لك الاستجواب كتلة العمل الوطني اللي تبنوه طبعا النائب الفاضل عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم، بس هو استجواب يعني متبنيته الكتلة أيضا، هذا استجواب مختلف بكل المقاييس.
كيف؟ لأن في يستند أولا هذا الاستجواب يعني ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد استنفاذ كل الأدوات الدستورية المتاحة من أسئلة برلمانية، من لجان تحقيق، من تقارير ديوان المحاسبة، ومن اجتماعات في لجان برلمانية أو أحاديث داخل قاعة عبد الله السالم. هذه كلها تشكل المرتكزات اللي ارتكز عليها هذا الاستجواب. أتحدى أي واحد يقرأ الاستجواب يقول إنه في كلام إنشائي. الاستجواب كله حقائق وكله ما هو كلام عادل صرعاوي ولا مرزوق الغانم ولا كلام أسيل العوضي ولا كلام كتلة العمل الوطني، كلام تقارير ديوان المحاسبة وأسئلة برلمانية ردود عليها ومراسلات وما شابه. هذا السؤال الاستجواب مدعم بأكثر من 200 مستند. نعم. يعني يدعم ما ذكر في هذا الاستجواب. فأنا ليش كنت أتمنى أن الوزير الفهد يصعد المنصة حتى يثبت أن هذا الكلام مو صحيح. أنا أتمنى لأني أنا بالنهاية يعني حريصة على مصلحة ديرتي وأتمنى أن هذا الكلام ما يكون صحيح، لكن هروبة من المواجهة أثار علامات استفهام كبيرة بعدم قدرتها على الرد على محاور الاستجواب. واضح. يعني الآن استقالت الحكومة وبالتالي انتفى هذا الاستجواب، لم يعد قائم مع رحيل هذه الحكومة. هل عودة الشيخ أحمد الفهد إلى الوزارة يعني أنه سيكون قاب قوسين أو أدنى من المساءلة السياسية من جديد؟ شوف خلنا نكون واضحين، طبعاً إذا رجع يعني الشيخ أحمد الفهد إلى نفس الوزارة فالاستجواب قائم سوف يقدم، لأن هذه نفس الملفات إذا رجع بنفس الصلاحيات. لكن يعني إحنا عندنا وجهة نظر على إعادته إلى هذه الوزارة. الشيخ أحمد الفهد لم ينجح في الملفات اللي مسكها في هذه الوزارة. محاور الاستجواب تشير إلى مخالفات جسيمة في يعني اختصاصات في الوزارات أو في الهيئات اللي تتبع اختصاصات أحمد الفهد. أنا أعتقد أحمد الفهد خرج من الوزارة بالسابق نتيجة ضغوط شعبية وذوق عام، كان يطلب أنه هو يطلع من الوزارة، وأنا اليوم أعتقد أن يعني آن الأوان أن احنا نطالب بنفس المطالبة باستبعاده من الوزارة بسبب رئيسي، ألا وهو أن الشيخ أحمد الفهد لم يتفرغ يعني متابعة الملفات الخاصة بدولة الكويت. أحمد الفهد تفرغ في بناء دولته، دولة أحمد الفهد. هذا تعبير كثيرا ما كنت ترددينه دكتورة، أنه دولة أحمد الفهد وحرصك على كشف الغطاء عن دولة أحمد الفهد. ماذا تخشى أسير العوضي مما يقوم به الشيخ أحمد الفهد؟ والله أنا أخشى أولا قبل لا أكون نائب في مجلس الأمة أنا مواطنة كويتية، أنا مالي غير هالديرة، أخشى على دولة الكويت، أخشى على دولتنا، أخشى على دولة الكويت ونظامها الديمقراطي، على دستورنا وعلى مؤسساتنا. أنا أبي في هذه الدولة أن يكون المعيار في التعامل بين الناس هو المعيار اللي موجود في الدستور، اللي هي قيم العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ما يكون المعيار في التعامل بين الناس أو في الحكم على الناس هو الولاء لشيخ ضد شيخ. أنا أتمنى لدولة الكويت، أتمنى أن يكون خريجينا اللي قاعدين يتخرجون الشباب الخريجين، أتمنى أنهم يكون على الأقل معيار الكفاءة هو الأساس لتدرجهم الوظيفي وفرصهم الوظيفية، ما يكون المعيار هو إش كثر هم قاعد يتقربون من أصحاب النفوذ يمسحون جوخ. أنا أشوف نسيجنا الاجتماعي المتنوع هذا المفروض أمر يثري مجتمعنا وتركيبته الاجتماعية. ما باليوم اللي أشوف فيه واحد يقعد يضرب في هذا النسيج ويتبع سياسة فرق تسد حتى يحقق نفوذه. هذه الأمور مسؤولة هذه الأمور كلها. نعم هذه الأمور كلها من خلال ملاحظتي
سلوك الشيخ أحمد الفهد في الوزارة وبناء لنفوذه في خلال يعني من خلال طبعا صلاحياته الواسعة النطاق. طبعا قاعد أحمد الفهد يبني دولة موازية لدولة الكويت، لها دستورها الخاص، لها قوانينها الخاصة. دستور دولة الكويت، قوانين دولة الكويت ما تنطبق على قوانين دولة أحمد الفهد. أخشى هذا الموضوع، أخشى الموضوع بشكل مو طبيعي. ليش؟ لأن هذا يعني نموذج، أنا أعتقد نموذج سلبي لابن الأسرة الحاكمة اللي عنده طموح في الحكم. بالنهاية هذا ليس طموح دكتورة، حق مشروع لأي طبعا إنسان. حق مشروع، هو حق مشروع لكونه من ذرية مبارك، والمادة الرابعة من الدستور تكفل له هذا الحق. لكن أنا أتكلم عن النهج اللي ينهج اللي قاعد يتبع الشيخ أحمد الفهد. حقك مشروع توصل إلى الحكم، لكن مو على حسابنا، مو على حساب دولة الكويت، مو على حساب أمانينا ومستقبلنا. أنا خوفي لا يتعمم هذا النموذج. الآن حتى الشيخ ناصر رئيس سمو رئيس الوزراء أيضا بدأ ببناء دولته، صار صراع من أجل البقاء. يا جماعة خلينا نكون واضحين، إحنا في المجلس وخارج المجلس قاعدين نشوف الصراع على الحكم بلغ أوجه. الشيخ ناصر بدأ بمؤسسات إعلامية وبإعلاميين وصار عنده نواب، ويمكن يتطور الدولة وتصير دولة موازية لدولة الشيخ أحمد الفهد. شو اللي يمنع أي شاب بالأسرة عنده طموح بالحكم أنه يبني له دولة داخل دولة وحكومة داخل حكومة؟ مو معقولة. يعني إحنا كشعب كويتي تسألني يعني ماذا أخشى؟ أنا أخشى بقائنا كدولة، أخشى مستقبلي، أخشى مستقبل عيالنا. طبعا أخشى، وهذا أمر مو هين. ولذلك أنا أناشد سمو الأمير، أثق في حكمته وأثق في قدرته على حل هذه المعضلة. يا سمو الأمير إحنا عيالك، ترى إحنا اللي قاعدين ندفع الثمن، الكويت اللي قاعدة تدفع الثمن. هذه الحقوق مشروعة، لكنها النهج غير مشروع، قاعدة تتبع نهج غير مشروع، قاعد تدوس على 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 الشعب الكويتي وعلى القوانين وعلى الدستور. هذا مو مقبول. أتمنى من سمو الأمير إنه هو يتدخل بحكمته ويضع حد، ويصير في ترتيب لإعادة ترتيب لبيت الحكم. خل تضع معايير حق اللي طموح يعني يمشي، بس مو بهالطريقة. سوف يعني أحاول أن أستوضح منك أكثر عن هذه الطريقة دكتورة أسيل، لأن إذا كان حق مشروع لأي شخص بما هو مسموح وفق القانون أن يكون له طموح وأن يمارس العمل السياسي، أن يكون له نفوذ، هذا أيضا أمر مشروع، أن يكون له حضور، أن يكون له جماهيرية وشعبية وقبول، وحتى أن يكون له إعلام. لا أعتقد بأن يعني القانون يمنع بأن يكون أحد لديه وسائل من أجل ممارسة العمل السياسي. ألا تعتقدين دكتورة أن واجبكم أنتم كنواب هو المراقبة والمحاسبة فقط، ومسألة الاختيار يعني ليست من صلاحياتكم؟ شوف، بكل تأكيد يعني إحنا المادة 54 من الدستور طبعا تمنح سلطة اختيار رئيس الوزراء إلى سمو الأمير، وتعطي أيضا صلاحية اختيار الوزراء لرئيس الحكومة، وإحنا ما نتدخل في هذا الأمر. لكن أعتقد أيضا المذكرة التفسيرية أعطتنا الحق في إبداء وجهة النظر قبل تشكيل الحكومة. اللي تفضلت فيه هذه كلها الطموح إلى الوصول الحكم، أن الواحد يكون عنده مشروع الوصول الحكم، هذه كلها يعني أمور مشروعة، حتى التوزير، حتى الوصول إلى الوزارة، بسط النفوذ. لكن في الأطر القانونية والدستورية لدولة الكويت اللي أنا قاعد أتكلم عنه واللي أرفضه، هو تكوين دولة موازية لدولة الكويت. أين خالف القانون أحمد الفهد؟ في محاور الاستجواب يبين أين خالف القانون أحمد الفهد. طب دكتورة أحمد في محاور، أنا كنت أتمنى أن إحنا ماني اليوم نقعد نتناقش عن استجواب، لن يحدث. صح. إن شاء الله يعني إن شاء الله راح يحدث إذا رجع على نفس بنفس الصلاحيات. لكن كنت أتمنى بالفعل، كنت أتمنى أن يصعد الشيخ أحمد الفهد إلى المنصة حتى تتضح الأمور للشعب الكويتي، يمكن نطلع إحنا الغلطانين، خليه يطلع هو اللي صح، لكن خليه تتفند هذه المحاور. أنا اللي أقوله أن في قيم معينة
احنا مو متعودين عليها في دولة الكويت. احنا عندنا ايضا دستور وعندنا قوانين وعندنا قيم تحكمنا. فبسط النفوذ بهذا الشكل وتكوين دولة احمد الفهد بهذا الشكل غير مقبول، امر غير مقبول. احنا محاور الاستجواب بينت شلون ان قوانين الكويت ما تنطبق على الشيخ احمد الفهد. نعم، وهذا امر مؤسف. دكتورة، انت بداية تمنيت بان لا يعود الوزير احمد الفهد الى الحكومة، ثانيا قلت انه في حال عاد الى الحكومة في نفس المسؤوليات التي تتحملها الان سوف يتم تقديم الاستجواب من جديد. ماذا نكون قد فعلنا يعني بهذه الحال؟ شوف، احنا نحتاج، انا اعتقد احنا كشعب كويتي، خليك من اسيل النائب، احنا كشعب كويتي نحتاج بداية جديدة، احنا كشعب كويتي نحتاج حكومة جديدة بنهج جديد. اذا ردت هذه الحكومة بنفس النهج وبنفس الاشخاص فنقول على الكويت السلام، وهذا اللي ما هذا اللي احنا نرفضه. في أطراف بالحكومة استنفذت فرصها ولم تنجح، في أطراف عليها تساؤلات وشبهات. عودة هذه الأطراف إلى الحكومة، من هذا المنطلق أنا أقول أنه يجب ألا يعود أحمد الفهد إلى الحكومة، لأن عودة هذه الأطراف إلى الحكومة هي عودة مرة ثانية إلى نهج قديم، وعودة إلى تأزيم بين السلطتين. نعم، الآن هناك خبر عاجل يعني بثه الرأي قبل قليل بصدور أمر أميري بقبول استقالة هذه الحكومة، وأنت قبل قليل نشدت سمو الأمير بأن يتدخل بحكمته المعودة في تفادي هذه الأمور التي حصلت في الآونة الأخيرة. الآن مع قبول هذه الاستقالة وكل يعني الترقب والانتظار هو لتشكيل حكومة جديدة، أي حكومة تتمنى الدكتورة أسيرة العوضي أن تتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة؟ طبعا أنا يعني كل ثقة يعني حكمة سمو الأمير، وأعتقد أن تداعيات المرحلة السابقة إن شاء الله راح تكون يعني حاضرة في ذهن صاحب السمو، وإن شاء الله يكون يعني تطلعات أيضا يعني الشعب الكويتي تكون حاضرة في خيارات صاحب السمو، ونأكد أن احنا ما نتدخل في سلطته الغير محدودة في اختيار رئيس الحكومة. لكن أرد وأقول احنا نحتاج الآن حكومة بنهج جديد، عودة نفس الأشخاص، تكرار الأسامي، أنا أعتقد في ضرر للكويت. لكن أيضا خلني أكد أن تغيير الأسماء وإعادة نفس النهج أيضا في ضرر على الكويت. احنا نحتاج الآن في أمس الحاجة إلى تغيير النهج الحكومي وطريقة يعني إدارة الحكومة لكثير من الملفات بغض النظر عن الأشخاص. نعم دكتورة، قبل أن أنتقل إلى فاصل أريد أن أستوضح أمرا تردد في الآونة الأخيرة، مع أنه يعني استقالت الحكومة وانتفى الاستجواب الآن، سمعنا كثيرا بأنه كان هناك تنسيق ما بين كتلة العمل الوطني وكتلة العمل الشعبي في تبادل الدعم بالاستجوابات. أنتم تدعمونهم في استجواب رئيس الوزراء وهم يدعمونكم في استجواب الشيخ أحمد الفهد، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. إحنا ما نتبادل هالنوع من الدعم. إحنا نسقنا مع كتلة العمل الشعبي على التوقيت وأعطيناهم المحاور، ولكن بكل يعني أمانة لم يطلب منهم دعم ولم يعرض عليهم دعم في المقابل. وحتى الأخوة في كتلة العمل الشعبي لما صرحوا بدعم استجواب كتلة العمل الوطني وبكل أمانة لم يطلبوا شيئا في المقابل، فهذا غير صحيح. بس أخوي بلال أنا يعني ما جاوبت جزء من سؤالك، قلت ليش ما هي شكل الحكومة التي تريد، قلت لك نبيها بنهج جديد. نعم. بس ما وضحت شنو هو النهج اللي احنا نحتاجه. نحتاج أولا في طريقة تشكيل الحكومة أن تبتعد عن المحاصصة كما يحدث في الحكومات السابقة، هذا النهج واضح في من خلال تشكيل الحكومة أنه لم يجدي. نحتاج حكومة برئيس واحد مو برئيسين، نحتاج رئيس واحد قادر على إدارة الحكومة، وعدم تكرار تجربة وجود رئيس يعمل في الظل، هذا طبعا لازم يعني ما يتكرر. نحتاج إلى تفعيل دور الوزراء السياسي. مو معقول الوزير يكون موظف كبير في الحكومة،
نبي الوزير يقعد في مجلس الوزراء يكون له دور في صناعة القرار داخل مجلس الوزراء، مو بس يكون منفذ لقرارات مجلس الوزراء أو مبرر. حتى كثير من الوزراء لا يشاركون في صنع القرار، لكن مطلوب منهم تبرير القرارات اللي أخذها يعني مجلس الوزراء. أعطيك مثال على يعني أن كثير من الوزراء ما لهم دور داخل مجلس الوزراء، وحتى كثير من القرارات تتخذ وهم ما يدرون عنها. مثال واضح، شيلة فيصل الجزاف في اجتماع بالليل في المطار، حدث كثير من الوزراء لا يعلمون بالنية لعزل فيصل الجزاف عن هيئة شباب الرياضة، مع أنه هو صدر في مرسوم بتعيينه، مرسوم أميري، ولم يلغى هذا المرسوم. والإخوان يعني بعض الإخوان النواب كانوا يتصلون في كثير من الوزراء يقولوا، وكانوا ينفون هذا الأمر، وتفاجأوا الوزراء أنفسهم بصدور هذا القرار. هذا مثال طبعا، والأمثلة على يعني حتى يعني تغيير 4 من أعضاء هيئة شباب الرياضة وإضافة أسامي، يعني تدخل الوزير الفهد وعطاهم الأسامي أمليت على مجلس الوزراء. هذا الأمر ما نبي يتكرر، نتمنى أنه ما يتكرر. هذا النهج يعني غير مقبول. أيضا مو معقولة ما تم تداوله في اليومين اللي طافوا، أن بعض الوزراء للشيوخ، مو كلهم، بعض وزراء الشيوخ أيضا كانوا يتداولون فكرة استقالة الحكومة، وهم من أوعز يعني إلى سمو الرئيس بالاستقالة. مع أني أنا أحيي يعني الشيخ أحمد الحمود وزير الداخلية على تصريح اليوم، أنه واللي يعني أكد فيه على ضرورة مواجهة الاستجوابات، لكن مو معقولة. أنا شخصيا مكلمة أحد الوزراء الساعة 12 أسأل استقلته، وقال لي لا ماكو، للحين ماكو شيء، وعقب نص ساعة طلع قرار الاستقالة. فهذه الأمور كلها، هذا النهج أنا أعتقد أثبت أنه غير مجدي، ولن يعني يؤدي إلى يعني استقرار الأوضاع في البلد. نعم، اسمح لي دكتورة أن ننتقل إلى فاصل. بعد الفاصل سوف أعود لأسأل الدكتورة أسير العوضي غير الشيخ أحمد الفهد، من الوزراء لا تود أن تراه دكتورة أسير في الحكومة المقبلة؟ مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتورة أسيل، من من الوزراء لا تتمنين أن يعود في الحكومة المقبلة؟ شوف، بغض النظر عن الأسماء، أنا ركزت أكثر على النهج. أتمنى بصورة عامة طبعا أن يتغير يعني تشكيل الحكومة برئاستها وبعض يعني الوزراء اللي أخفقوا في التعاطي مع بعض الملفات. لكن بالنهاية أنا ما زلت أعتقد أن كثير من الوزراء الآن موجودين في الحكومة، لو كانت الحكومة هذه تدار بشكل أفضل كان ممكن عطائهم يكون أفضل. لو كان هذه الحكومة ما فيها يعني رئيسين لمجلس الوزراء، واحد معلن وواحد خفي، كان أيضا أداء الحكومة صار أفضل يعني مما هو عليه. عندنا وزراء يقومون بدورهم طبعا على أكمل وجه، لكن بالنهاية هو يعني النظرة ليست سلبية لكل الحكومة. لا، أنا أتكلم عن الحكومة بصورة عامة. أنا إذا بتكلم عن أشخاص بعض الوزراء أعتقد أن هم يعني يؤدون عملهم، لكن المشكلة هي البيئة اللي قاعد يعمل فيها هذا الوزراء في مجلس الوزراء. نعم، هذا اللي لازم تتغير. فهذا تكلمت فيه ما بأكرر كلامي على موضوع النهج. صح. إذا أعطيت الوزير صلاحية وفرصة أنه هو يشارك في اتخاذ القرار ويكون إنسان فاعل في مجلس الوزراء، ويكون أعضاء مجلس الوزراء كلهم من الوزراء تيم واحد لهم نفس الصلاحيات ونفس الثقل داخل مجلس الوزراء، راح تشوف يعني الوزراء راح يبدعون سواء الموجودين أو غيرهم. كيف تردين دكتورة على يعني الكلام الذي يقال لكم بأن تكرار انتقاد الشيخ أحمد الفهد فيه شيء من الشخصانية؟ أنا أقول يعني ردي على هذا الكلام وهو يمكن يجاوب عليه محاور الاستجواب. أنا كنت أتمنى صراحة حتى ينتهي اللغط حول الشخصانية ضد يعني الشيخ أحمد الفهد، أنه يصعد المنصة
ويفند محاور الاستجواب حتى يدافع عن نفسه. لازلت واثقة دكتورة بأن في الاستجواب ومحاوره ما يثبت يعني ويدين الشيخ أحمد الفهد؟ بكل تأكيد، ولا كان ما تقدمنا بهذا الاستجواب، ولا كنت يعني إحدى الداعمين لهذا الاستجواب، لأن أنا نفس ما قلت لك محاور الاستجواب لم تصاغ بشكل إنشائي. محاور الاستجواب مدعمة بأرقام وأدلة موجودة مستقاة من تقارير ديوان المحاسبة، من لجان التحقيق، من كثير من المراسلات. هذه كلها حقائق تدعم محاور الاستجواب. فأنا أعتقد هذا يعني كلام عن الشخصانية هو كلام يعني اسمح لي أعتبره حجة من لا حجة له، لأن طلع يعني طلعت هذه الصفة حتى قبل لا نقدم الاستجواب، بس من بداية التلويح صار أن هذا استجواب شخصاني. لكن أنا أقول إذا إحنا بننتصر إلى دولة القانون والدستور ويعتبر هذه شخصانية، فأنا يعني أرحب بكوني شخصانية. جيد دكتورة، اليوم رئيس الإخرافي طالب النواب بعدم التعدي على صلاحيات الأمير، ولكن بعد هذا التصريح خرج النائب سلم البراك وقال بأن استجواب كتلة العمل الشعبي للشيخ ناصر المحمد قائم إذا عاد على رأس الحكومة الجديدة. إذا كان اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات سمو الأمير، هل يعني من واجب النواب أن ينتظروا ويشاهدوا أداء رئيس الوزراء حتى لو كان الشيخ ناصر قبل تقديم الاستجواب، أم أنه يحق لهم من الآن التهديد باستجوابه ثانية؟ يا بلال، أولا إحنا أكدنا أن المادة 56 من الدستور نحترمها، تعطي سمو الأمير يعني الحق باختيار رئيس الوزراء. لكن سمو الشيخ ناصر المحمد ترأس 6 وزارات، مرت عليه 3 مجالس، ولم ينجح في التعامل مع مجلس الأمة، ولم ينجح في التعامل مع كثير من الملفات اللي كانت يعني مطروحة في الساحة، ولم يعني ينجح في تحقيق نوع من التناغم بينه وبين النواب في مجلس الأمة على مدى 3 مجالس وعلى مدى 6 حكومات. نعم. أنا تقديري الشخصي واحترامي يعني مع احترامي الشديد لشخص الشيخ ناصر، لكن أنا تقديري الشخصي إنه هو استوفى يعني فرصته وأثبت عدم قدرته على مواجهة يعني مجلس الأمة. فأتمنى أن يكون يعني رئيس وزراء جديد. يبقى مثل ما قلت لك قبل شوي، المذكرة التفسيرية تعطينا الحق في إبداء وجهة نظرنا. إحنا ما نقرر، إحنا مو متخذين قرار، لكن على الأقل نبدي وجهة نظرنا. تي تسألني إذا يعني التكتل الشعبي لازم ينطر ما يستجوب، أولا من حق أي نائب وأي تكتل أنه يقدم استجواب لأيا كان من الوزارة وفي التوقيت اللي يرونه مناسب. احنا ما نتدخل في هذه الأمور، لكن نكون يعني بعد واقعيين. يعني هم ينتظرون أداء الشيخ ناصر أيضا من يديد صار له 6 سنوات 3 مجالس، خلاص يعني حتى أداء الشيخ ناصر ونهجه معروف لدى الجميع. فأنا ما أعرف يعني ولا أقدر أتكلم يعني باسم إخواني في كتلة العمل الشعبي، لكن يعني أحترم قرارهم في حالة أن هم يعني يقدمون استجواب في حال تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ ناصر، لأنه هو نفس الشخص والملفات هذه هي نفسها اللي هو مسؤول عنها. واضح دكتورة. اليوم تحدث النائب حسن جوهر فقال أنا على أي حكومة تأتي أن تأخذ على محمل الجد مستوى الفساد المتراكم والخدمات المتردية الذي تزامن معها اليوم من وضع البلد على صفيح ساخن من الفتن والطائفية والقبلية وتهديد أمن واستقرار المجتمع، هل تشعرين بحجم هذه التحديات؟ والله أنا أتفق مع يعني زميلي النائب دكتور حسن جوهر، التحديات كثيرة بالفعل، لكن أرد أأكد أن هذه كلها ملفات ممكن نحسمها وممكن تنحل. التحدي الأكبر اللي إحنا نواجهه الآن هو في صراع أبناء الأسرة على الحكم. التحدي الأكبر في وجود دولة داخل دولة يقيمها الشيخ أحمد الفهد، وتوازيها الآن أيضا محاولات والخوف من محاولات الشيخ ناصر ببناء دولة أخرى أيضا توازي دولة أحمد الفهد، واستمرار هذا النهج وتكرار هذه التجربة مع يعني أشخاص آخرين من أفراد الأسرة.
احنا داخل المجلس وقاعدين نشوف الصراع اصبح المكشوف والصراع اصبح واضح في وسائل الاعلام بين النواب ولهم من يعني طبعا يحركهم و يعني حتى في الدواوين الناس قامت تحكي. فانا اعتقد التحدي الاكبر الان هو بالانتصار لدولة واحدة هي دولة الكويت، يحكمها دستور واحد هو دستور الكويت، قوانين واحدة تحكم الكل هي القوانين التابعة لدولة الكويت. هذا النهج أنا أعتقد لابد أنه هو يعني ينتهي، ولابد للتصدي من لهذه المحاولات. ولذلك إحنا يعني اعتبرنا تقديمنا لاستجواب أحمد الفهد هو محاولة لكشف الغطاء عن دولة أحمد الفهد، لكن هذه المحاولة ما راح توقف، راح تستمر للتصدي لبناء دولة داخل دولة. نعم، اسمح لي أن أنتقل إلى فاصل. بعد الفاصل سوف نعود إلى أسأل دكتورة أسيل التي طرحت على موقعها على تويتر تساؤلات وتخوفات حول درجة الهشاشة في الوحدة الوطنية التي وصلت لحد الاتهام البعض بالخيانة، ما أسباب هذا الأمر؟ ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتورة، طرحتي سؤال على صفحتك الخاصة في تويتر وقلت: هل وصلت وحدتنا الوطنية إلى درجة الهشاشة بحيث نتهم بعضنا بالخيانة العظمى لمجرد اختلافنا في وجهات النظر وتقييمنا لما يدور حولنا في دول أخرى؟ برأيك إلى أين ستؤدي هذه الاتهامات؟ والله شوف، يعني ما حدث في الآونة الأخيرة يعني أمر جدا مؤسف. يعني بتاريخ الكويت السياسي احنا متعودين على الاختلاف وعلى الخلاف بوجهات النظر، وطول عمرنا يعني سواء نختلف مع الحكومة أو نختلف بيننا وبين بعض كتيارات سياسية، لكن دائما كان هذا الاختلاف يعني يعبر عنه بطريقة أرقى من كذي، وكان يعني على الأقل لغة الحوار مختلفة، ما كانت توصل إلى حد التخوين في انتماء المواطن الكويتي ولاء لبلده. نعم. الآن يعني أصبح الوضع أنه الناس صارت تستسهل تخوين بعض لمجرد الاختلاف في وجهات النظر. يعني بالنهاية يعني ما يحدث حولنا ويعني في كثير من الأمور حتى في يعني سواء داخل خارج الكويت أو داخل الكويت، بالنهاية الواحد تحكمه قناعاته، وشيء طبيعي وأمر يعني مستحسن أن يكون في اختلاف في وجهات النظر، لكن نوصل لحد التخوين هذا أمر مخيف. أنا أرجع مرة ثانية وأقول ملف الوحدة الوطنية هذا يعني ملف جدا حساس ومهم. أيضا هذا الملف في 1/6/2009 في اجتماع مجلس وزراء بعد يعني تشكيل الحكومة، ونتيجة يعني ورود هذا الملف في النطق السامي لصاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد، كلف الشيخ أحمد الفهد يعني وضع الخطة لمواجهة هذا الملف، ويعني يعني على الأقل حل هذه المشكلة، معالجته بالفعل. فهذا أيضا دليل آخر على إخفاق يعني الشيخ أحمد الفهد في معالجة هذا الملف. أنا أعتقد أن الشيخ أحمد الفهد أهمل بشكل كامل. نعم. والسبب واضح، يعني هو ما كان متفرغ لهذه الملفات، كان متفرغ لبناء نفوذه. هل يعني تعتقد يا دكتورة بأن الخلافات والتخوين هي يعني خلاف في العمق، أم أنها محاولة من البعض لمحاكاة مشاعر جمهور وناخبين في مناطق معينة؟ والله شوف، أنا أعتقد أن ما كان يحدث يعني في 3 جهات مسؤولة عنه، واحد منها طبعا قلت لك شيخ أحمد الفهد، وهي مسؤولية حكومة على فكرة، يعني مو مسؤولية فقط شيخ أحمد الفهد، لكن هو بشكل مباشر مسؤول لأنه كان يتحمل الملف. لكن الحكومة بصورة عامة لم تبذل جهدها وقصرت في معالجة هذا الملف. وسائل الإعلام، وأنا يعني اسمح لي بهذه المناسبة أشكر قناة الرأي وجريدة الرأي لعدم يعني خوضهم في هذه الـ يعني المهاترات اللي كانت تحدث والفتن
وتجنبهم هذا الأمر. فهذا يعني شكر خاص صراحة لقناة وجريدة الرأي. شكرا. لكن مؤسسات الإعلامية أيضا صعدت في هذا الجانب وكانت أيضا يعني تحاول أن تشعل الفتنة بين أبناء الشعب الكويتي. وألوم بشكل رئيسي زملاء النواب بأطراف بالطرفين طبعا. أنا أعتقد أن زملاء النواب كان المفروض يكونون على قدر من المسؤولية. مو معقولة أن أنا يعني أتخذ مواقف وأطلق تصريحات نارية حتى أدغدغ مشاعر ناخبيني عشان يعني أسهمي ترتفع عندهم على حساب وحدة الصف الكويتي وعلى حساب المجتمع وعلى حساب ملف الوحدة الوطنية. نعم. أنا أعتقد هالثلاث أطراف لابد أن تراجع نفسها ولابد أن هي يعني شوية تحاول قد يعني على الأقل قد ما نقدر أن إحنا هذا الملف نحصره. دكتورة صرحتي أكثر يعني أيضا قلتي بأن التفاعل مع قضايا الشعوب وأحداث العالم هو مفهوم طبيعي. كيف تصفين تعاطي الحكومة المستقيلة مع موضوع الأزمة في البحرين وما نتج عنها من تداعيات؟ شوف التفاعل مع قضايا الشعوب وبالذات يعني إذا كانت شعوب مثل شعب البحرين يعني هذا أمر بالفعل طبيعي لأن هموم الشعوب ترى واحدة. فبالك في شعب يعني قريب جدا إلى قلوبنا مثل الشعب البحريني. الشعوب يعني مطالبها وطموحها واحد، تطمح إلى العيش الكريم، تطمح إلى يعني سقف معين من الحريات، تطمح إلى مشاركة في صنع القرار، وهذه مطالب بكل تأكيد مطالب مشروعة. يبقى تبعات يعني ما حدث في البحرين. أنا يعني ألوم الحكومة بشكل مباشر وبالذات أيضا يعني معالي وزير الخارجية لأن اتخذوا موقف سلبي. فإحنا التداعيات يعني تداعيات ما حدث في البحرين أصبحت تفتت المجتمع الكويتي، والموقف الرسمي يعني يوقف موقف المتفرج. فهذا كان تقصير. أنا أعتقد أن بالفعل الحكومة يعني قصرت في هذا الجانب، خصوصا لما يعني صار لغط حول يعني إرسال قوات من درع الجزيرة أو إرسال الوفد الطبي. ما يدرون الناس شنو بالضبط حقيقة الأمر. خلت الحكومة بقت صامتة وخلت المجال مفتوح للإشاعات طبعا. فهذا يعني هذا أمر يعني بالفعل أحمل الحكومة مسؤوليته. لكن يعني ما يفوتني طبعا أن أنا أثمن دور سيدي صاحب السمو على يعني حكمته وتدخله في يعني حوار على الأقل سياسي في يعني دولة البحرين، محاولته لحل التدخل الوساطة لحل هذه المشكلة دبلوماسيا وسياسيا. وأنا أعتقد بهذا الشكل تنحل الأمور، وهذا ما نعهده دائما من صاحب السمو. ما تحل الأمور بالقمع ويعني العنف، تحل دائما بالدبلوماسية ويعني الجلوس على طاولة الحوار. فأنا أثمن بالفعل دور سيدي صاحب السمو في هذا الأمر. نعم. قبل أن أنتقل إلى فاصل أريد أن أسأل عن موضوع أيضا يعني يهم الدكتورة أسيل كثيرا وهي معنية بهذا الملف، هو موضوع قانون المرأة. أقر جزء منه، لم يقر الجزء الآخر، تأخر الأمر. أنتم تتهمون الحكومة السابقة المستقيلة عفوا بأنها تعطل عملكم، والبعض يتهمكم بالتقصير. أين أصبح هذا الموضوع ومن المسؤول عن تأخيره؟ شوف بلال، أولا إحنا يعني في لجنة المرأة رفضنا أن يكون هنالك قانون واحد خاص بالمرأة لأسباب متعددة. أولا هذا يكرس موضوع التمييز ضد المرأة ومعاملتها بشكل مختلف. أيضا فجزأنا يعني قانون المرأة إلى تعديلات مختلفة على قوانين يعني قائمة. اسمح لي بس يعني أختلف معاك، إحنا قدمنا الكثير الآن للمرأة من قانون الرعاية السكنية، من قانون الخدمة المدنية، وأيضا الكويتية المتزوجة غير الكويتي، تعديلات على قانون إقامة الأجانب.
ما زالت هذه التعديلات على القوانين القائمة أقل من مستوى طموحنا، لكن لتعي النساء ويعي المجتمع الكويتي أن إحنا ترى صار لنا فقط سنتين في المجلس، قاعدين نحاول نصلح الاعوجاج التشريعي نتيجة لسيطرة يعني الرجل فقط دون المرأة وعدم إشراكها في صياغة التشريع، يعني خصوصا فيما يخص المرأة وغيابها عن صنع القرار السياسي لأكثر من 50 سنة. فهذه الأمور ما تصير بين يوم وليلة، وإحنا ما زلنا أقلية في مجلس الأمة، نحاول طبعا قد ما نقدر أن إحنا يعني نقر ما نطمح له، لكن خلنا نقول هذه الحين على الأقل وصلنا إلى مرحلة اللي قضايا المرأة بدأت تأخذ حيزها في قاعة عبد الله السالم وبدأت تأخذ يعني حقوقها تباعا. ما راح نوقف إلى هذا الحد، راح نستمر طبعا. أما فيما يتعلق بمن يعطل القوانين، بالفعل الحكومة كان لها دور يعني كان لها دور كبير في تعطيل قوانين المرأة، لأن في على مدى أشهر يمكن سنة وأكثر من سنة كنا نجتمع مع المسؤولين في يعني أجهزة الدولة المختلفة، نناقش القوانين، نطلب حضور الوزراء، لم يحضر الوزراء المعنيين إلى لجنة المرأة لأكثر من سنة. لما نرفع التقرير اتي وقت المناقشة في الجلسة، الحكومة أما تطلب التأجيل أو تتهرب أو تفقد النصاب أو تعترض. فهذه أمور بالفعل عطلت كثيرا عمل لجنة المرأة وعطلت إقرار بعض الحقوق للمرأة، لكن لله الحمد الآن يعني الأمور بدأت يعني. أسف على المقاطعة دكتورة، ولكن الآن خبر عاجل بأن النائب مرزوق الغانم تعرض لحادث مروري مروع لكنه نجا منه بعجوبة والحمد لله، يعني نتمنى له السلامة والحمد لله على سلامة النائب مرزوق الغانم. ألف سلامة لزميلنا وأخي صراحة مرزوق الغانم، والحمد لله على سلامته وإن شاء الله ما أشوف شر. نعم، اسمح لي أن ننتقل إلى فاصل، بعد الفاصل سوف نعود لنسأل دكتورة أسيل إذا ما كانت ملت العمل السياسي أم أنها أتقنته ومستعدة للمواصلة إلى النهاية. فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد دكتورة أسيل. قبل الخوض في العمل السياسي كان لديك نظرة وفكرة عن العمل السياسي وعن الممارسة والأداء والمبادئ والقيم والأخلاق، هل تفاجأت في الممارسة؟ ما تفاجأت طبعا، لكن كانت يعني الأجواء أقل من مستوى الطموح. يعني العمل السياسي لا يخفى على أحد يعني عمل جدا متعب وجدا مرهق، يعني يتطلب طبعا تركيز بعمل اللجان، وأنا بالذات يعني مؤمنة أن دور النائب الحقيقي الآن هو في يعني اللجان البرلمانية اللي هي يعني تعتبر مطبخ التشريعات، مطبخ المجلس. فلذلك أنا في السنة الماضية كنت عضوة في 6 لجان، الآن عضوة في 4 لجان، يعني هذا فوق طاقة النائب عادة أنه يعني يدخل في هذا العدد من اللجان، لكن أنا فضلت أني أدخل هالكم من اللجان اللي اعتقدت أن أنا في قضايا تطرح في هذه اللجان أقدر أساهم فيها على الأقل في إصدار يعني بعض التشريعات أو التعديل على البعض الآخر. فبالفعل هو عمل جدا مرهق، لكن كل يوم أحس فيه أن أنا تعبت. دائما أتذكر أن أنا يعني نلت ثقة 20% من أبناء يعني الدائرة الثالثة، أبناء الشعب الكويتي بصورة عامة، يعني حتى في الناس اللي يعني مو بدائرتي دائما توصلني رسائل كثيرة من الدعم يعني لا محدود. فأنا هذه الثقة ما زالت يعني ما زلت أعتبرها شرف لي، وما زلت أعتقد أنها هي وسام على صدري، فهذه دائما تكون الحافز لي بالعمل أكثر وبالعطاء. هل ستكون أيضا حافز إضافي للدكتورة أسيل حتى تكرر التجربة ونراها مرشحة في انتخابات 2012؟
بلال احنا تونا صار لنا سنتين، بقى بعد سنتين على هالكلام، هذا القرار يعني سابق لأوانه. واكون يعني صريحة معاك، انا ما يعني هالنوع من القرار ما افكر فيه الان. من اول يوم لدخول المجلس قررت اني استبعد التفكير في إمكانية إعادة التجربة، حتى يعني لا أقلق على يعني وضعي وعلى الكرسي وبفقده ولا ما أفقده. وهذه يعني أعتقد هالنوع من التفكير هو كان وراء كثير من المواقف اتخذتها، مواقف ما كان لها صدى يعني شعبي أو تأييد، لكنها نابعة من قناعة بالنسبة لي. أنا أعتقد اليوم اللي النائب يركز فيه على إعادة انتخابه راح يفقد كثير من حياديته، وراح يعني راح تكون المعيار اللي على أساسه يتخذ مواقفه بعيد عن قناعاته، إذا كانت هذه القناعات تتضارب مع قناعات الشارع. دكتورة بصراحة، كيف تقيمين أدائك يعني النيابي السياسي بشكل عام كتجربة أولى كامرأة جزء من المشاركة الأولى للمرأة في البرلمان؟ بلال هذا السؤال ما توجه لي، هذا السؤال توجه لي يعني الناخبين، مو أنا اللي أقيم أدائي. بس كل اللي أقدر أقوله يعني في هالمجال إن أنا أحاول يعني أبذل جهدي بأن أقوم بواجباتي على أكمل وجه. أنا عندي مثل ما قلت لك يعني حضور في اللجان، عندي يعني مساهمات كثيرة في كثير من التشريعات، وبنفس الوقت أحاول أيضا أن يعني أوفق ما بين عملي داخل اللجان البرلمانية وداخل البرلمان وعملي خارجه، من التواصل مع يعني المواطنين ويعني محاولة تخفيف عن يعني همومهم، وهذا أمر ما زلت مقصرة فيه لأن الهموم كثيرة. أحاول أيضا أن أنا يعني أوفق في موضوع التواصل مع الناس لسماع وجهات نظرهم، وأنا يعني بالذات فئة الشباب حريصة دائما أن أنا أسمع وجهات نظرهم وتوجهاتهم. فبالنهاية يعني كل اللي أقدر أقوله عن نفسي أن أنا صامدة كأول تجربة يعني في البرلمان، ما زلت صامدة في وجه يعني كثير من التحديات. أنا سألت هذا السؤال دكتورة يعني أعلم جيدا بأنك حريصة على التواصل مع الشباب وتستمعين إلى آرائهم، وبالتالي أنت تستمعين إلى كل الملاحظات، ويعني أنا أعلم بأنك تأخذين بجزء كبير منها، وبالتالي تعرفين رأي الناس الذي يعني أنت لا تحبين أن تقولي أمام الملأ رأيك الشخصي في نفسك، ولكن تعرفين رأي الناس فيك جيدا، وتعلمين الحديث عن التحول أو التطور الذي طرأ على أداء دكتورة أسير العوضي بحد أدنى ما بين بداية التجربة وما بين هذه المرحلة، كيف تقيمين الوضع؟ يعني طبيعي بلال أن الواحد أول ما يدخل المجلس يكون يأخذ دور المراقب أكثر من دور الفاعل، خاصة أنها تجربة يعني جديدة على المرأة، مو بس يعني علي أنا في البرلمان، كوني امرأة أيضا في البرلمان. فكان طبيعي أول ما دخلت المجلس أن أخذ دور المراقب. أنا بعد بنبه على نقطة مهمة، أن كثير من سقف التوقعات بالنسبة للناس على أداء النائبات كان جدا عالي، بالمقابل تشوف النواب الجدد الرجال اللي دخلوا المجلس ما عليهم هذا النوع من سقف هذا النوع من الضغط، لان يعني لما يعلى سقف التوقعات يكون طبعا ضغط ومسؤوليه، يكون هذا ضغط ومسؤوليه، وهي مسؤوليه تشرفنا. لكن توقع الكثير من الناس ان هالاربعه من حزمه 50 او 49 نائب في البرلمان راح يغيرون اوضاع البلد في خلال شهرين او 3 اشهر، فهذا طبعا امر يعني غير واقعي. فأول يعني دخلنا، أول دخلة كانت شهر، دور انعقاد عبارة عن شهر، وبعدين عطلة برلمانية 4 شهور. كنا نعمل من خلال اللجان، لكن عمل خلال اللجان ما كان واضح ولا كان في جلسات حتى يعني تتخذ مواقف، فلذلك يمكن أول فترة كان
في إحباط من قبل بعض يعني المؤيدين لدخول المرأة في البرلمان، أتكلم عن نفسي على الأقل، أن توقعنا الدكتورة بتقول وبتسوي وبتحط، لكن أنا أعتقد مع الوقت يعني إحنا نحتاج وقت، إحنا قاعدين يعني نزرع بذور، وهذه البذور بكل تأكيد تحتاج إلى وقت حتى تشوف يعني ثمارها، فما بالك بقطف هذه الثمار. نعم. أنا حريصة جدا على الأقل أن يعني أؤدي عملي بحيث أن أفسح المجال أو الطريق لأي امرأة أخرى تدخل المجلس، أن هي ما تبدي من الصفر مثل ما إحنا يعني بدينا. ف إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله. دكتورة، الآن النائب مرزوق الغانم أعلن أنه يطمئن الجميع بأنه بخير وأنه لم يتعرض لأي أذى جراء الحادث الذي تعرض له. سؤال أخير نختم به هذه اللقاء، أي رسالة توجهينها دكتورة للشباب من أبناء الشعب الكويتي الذين يعني بدأ اليأس يحبطهم وبدأوا يشعرون بشيء من الابتعاد عن الدولة ومسؤولية الدولة واهتمام الدولة بهم؟ أولا أخ بلال، أنا أحب أوجه يعني رسالة إلى مجموعة من الشباب، هي رسالة شكر حقيقة لكل الشباب اللي قاعدين يتواصلون ويتفاعلون في من خلال الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر والمنتديات. متابعتي لتفاعل هذا الشباب في هذه المنتديات صراحة وايد أعطتني أمل في مستقبل الكويت، لأن كانوا بالفعل قد مستوى الحدث أو مستوى الأحداث اللي مرينا فيها في الفترة الأخيرة، وكانوا جزء من الحراك السياسي، وهذا شيء مطمئن جدا أن شبابنا وبناتنا ما زالوا قلبهم على الكويت، وما زالوا مستعدين أن هم يعني يتفاعلون مع القضايا الوطنية بشكل اللي قاعد نشوفه من خلال هذه المنتديات. فأنا أوجه رسالة شكر، وأيضا يعني بقول لهم أن أنا جدا فخورة في يعني نوعية هذه الشباب والشابات اللي موجودة. يبقى طموحاتهم وأمالهم، أعلم تماما شنو اللي يعكر يعني مزاج هؤلاء الشباب، ونقلته في هذا في هذا اللقاء، وأكرره أيضا أن باسمكم إخواني وخواتي وناشد سيدي صاحب السمو بأن يضع حد لتعامل أبناء الأسرة وبناء دول غير دولة الكويت لبسط نفوذهم عليها. هذا أمر مخيف، يخيفني أنا ويخيف أيضا شباب وشابات الكويت، لأن هالنوع من الدول راح بكل تأكيد يسرق أحلام وطموح عيالنا وشباب الكويت. شكرا جزيلا لك دكتورة أسيل العوضي، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، على أمل أن يلتقي بكم الزميل عبدالله بفتين في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد ولقاء جديد. تصبحون على خير.